السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في الفيديو ده معانا اردروب، إن شاء الله أنا هسجل معاكم في الاردروب ده. اردروب العملة اسمها QNC، نسجل في الاردروب ده. ندخل مباشرة على الشرح. أول حاجة كده كل اللي عليك علشان تسجل في الاردروب، هسيب لك هنا الاردروب في التدوينة، هتلاقيه الاردروب رقم 4، هتديني كاتب لك الاردروب الخامس، الاردروب الخامس، وهسيبه لك في التدوينة وهسيب لك لينك التدوينة. هتدخل للاردروب مباشرة عشان الناس ما تسألنيش على اللينك، تمام؟ نروح بقى أول حاجة كده. طبعا هنا فين ندخل مباشرة؟ طبعا يا جماعة الاردروب على بازن بوت، كل اللي علينا هنضغط هنا على كلمة ستارت، بعد كده هنضغط على كلمة كونتينيو، بعد كده زي ما انت شايف هننزل هنا الأسفل خالص. زي ما انت شايف الراجل هنا جاب لنا المهام، بيقول لنا أول حاجة على دعوة صديقة تاخد كذا، تاني حاجة ننفذ بقى المهام الصغيرة دي، جوين تليجرام جروب، ونحل الكابتش، تمام؟ يبقى نروح على الجروب، بعد كده نضغط على ستارت اكتيفيتي، بعد كده جوين جروب، تمام؟ بعد كده نحل الكابتشة دي اللي أمامكم دي، مهم جدا إنك تفهم الإيردروب ده 9 3. بعد كده أهوت ريجستر سكسسفولي، تمام؟ نروح بقى على المهمة اللي بعدها. بعد كده بيقول لي سند يوزر نيم تليجرام، بعد كده قال لي تاسك كومبليت، ننزل بقى نضغط على مور اكتيفيتي من تاني، ونروح للمهمة التانية جون للقناة دي، بعد كده ننضم ادي جون للقناة، بعد كده نضغط سند يوزر نيم بتاع التليجرام بتاعنا برضك، بعد كده قال لي تاسك كومبليت، بعد كده هنضغط على مور اكتيفيتي من تاني، تمام؟ بعد كده بيقول لي شير يور ايميل، عايز هنا الايميل ادريس، بعد كده بيقول لي شير للايميل ادريس بتاعك كذا، له هنا الايميل ادريس بتاعنا، بعد كده نضغط على السهم ده، قال لي تاسك كومبليت، ننتظر، نضغط على مور اكتيفيتيز من تاني، بعد كده هيقول لي فولو تويتر وريتويت للبوست المثبت، نروح على دي واروح اعمل بعد كده هندي له اليوزر نيم بتاع التويتر، ادي انا عملت له هنا فولو فوق، بعد كده ادي ريتويت للبوست المثبت، بعد كده اروح على كلمه بروفايل، بعد كده اخد اليوزر نيم بتاعي التويتر، بعد كده ادي له هنا اليوزر نيم، بعد كده هنا سيت، بعد كده الراجل هنا هيقول لي اقول له مور اكتيفيشن او اكتيفيت اقول اكتب له هنا مور، بعد كده بيقول لي فولو للفيسبوك، وبعد كده سبسكرايب لقناه اليوتيوب. نروح على فولو فيسبوك، بعد ما عملت له لايك للصفحه بتاعتي على الفيسبوك طالب مني سند يور يوزر نيم بتاع الفيسبوك، اليوزر نيم بتاع الفيسبوك وليس صفحه الفيسبوك بتاعتك، تمام؟ بعد كده قال لي تاسك كومبليت، امر اقول له مور اكتيفيتيز، بعد كده هقول له سبسكرايب لليوتيوب بتاعتك، بعد كده اخد اللينك واروح اعمل له سبسكرايب وادي له هنا لينك البروفايل بتاعي، افتح لي هنا فيديو اهوت، بعد كده اقول له هنا اشتراك، بعد كده اروح للبوت من تاني واقول له ادي البروفايل بتاعي، بعد كده اضغط هنا على السهم، بعد كده اقول له تاني برضك مور اكتيفيتيز، بعد كده بيقول لي انستول لي الولد دي، هتنزل التطبيق ده على محفظتك علشان هيبعت لنا عليه العملات اللي هو التطبيق بتاعهم، بعد ما تنزله على على الموبايل بتاعك اعتذر، تمام؟ ده شكل التطبيق اهوت، وانا هثبت التطبيق امامكم اسمه كيون ان دي وولت، وهسيب لك بردك رابط التحميل. بعد كده هنقول له جريت نيو وولت، بعد كده هوافق على الشروط دي، بعد كده اقول له نيكست، بعد كده الراجل هنا بيقول لي هات لي انتر يور ريكفري باسورد، او هنا عايز تكتب له باسورد. الخطوه دي يا جماعه عايزني احنا اللي نكتب ريكفري باسورد خاص بنا، لكن لازم يكون كلمات، يعني انت تكتب هنا كلمات، تمام؟ بحيث ان لو حضرتك حصل اي حاجه تقدر ترجع المحفظه، تمام؟ اهو عايز تعمل الخطوة دي اضغط على كلمة اسكيب، لكن انا اعمل الخطوة دي بعد كده اضغط على كلمة نكي. الخطوة دي شكلها مملة وبالتالي انا مش هعملها علشان هو بيقول لي خطأ خطأ، ففكك منها، انا فكني منها. بعد كده هضغط على كلمة اسكيب، بعد كده هقول له اسكيب، بعد كده بيقول لي اكتب باسورد واعيد كتابة الباسورد، بعد كده اكتب نكست. بعد ما كتبت باسورد وكررته هضغط هنا على كلمة نكست، بعد كده الراجل هنا بيقول لي بليز ويت اهوت، بعد كده اقول له اجري موافق على الشروط، بعد كده زي ما انتم شايفين فتح لي المحفظه، كل اللي عليه عشان اجيب العنوان اهوت كيو ان دي كوين، بعد كده هضغط على كلمه ريسيف اللي فوق دي، وادي العنوان بتاعه اهوت يا جماعه، تمام؟ اروح بقى للايردروب بشوفه طالب ايه، بيقول لي انستول لي الولت، اضغط عليها كده كده ركز في الخطوه اللي جايه دي، بيقول لي ثبت المحفظه، بعد كده اكتب المحفظه اللي انت ثبتها ايه، فهكتب له الكلمه دي هسيبها لك برضك في معلومات الايردروب، تمام؟ بعد كده هضغط على السهم ده،
بعد كده قال لي تاسك كومبليت، تمام هسيب لك الكلمه دي. بعد كده اضغط على مور اكتيفيتيز زي ما انت شايف. بعد كده بقول انتر يور كيو ان دي ادريس، تمام. فهروح للتطبيق، تمام، واخد العنوان ده كده اهوت اللي فوق ده كده كوبي، اضغط على العنوان كده فقط. بعد كده هيظل هنا فوق كده اهوت كوبي. بعد كده اروح للبوت مره ثانيه، بعد كده اضغط هنا لصق للعنوان. طبعا انا حبيت اشرح لك دي اهم حاجه، اهم ما في الموضوع. قال لي تاسك كومبليت، اضغط على مور اكتيفيتيز زي ما انتم شايفين، بيقول لي هنا انا انتهيت، وهنا ما فضلناش الرب، بيقول لي انت معاك 175 قطعه. نشترك في الايردروب، ده ايردروب مهم، وادي رابط الحلقه الخاص بنا. كل صديق هتسجل من خلالنا ويعمل البيانات اللي انا عملتها لك دي، هتاخد 30 قطعه. اشوفكم فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.